ضعفاء ومساكين المؤمنين في كل زمان كانوا أكثر أتباع الأنبياء، فنصر الله دينه وأنبياءه بهم، وأبقى الله لشأن الضعفاء مكانة لن تتبدل إلى يوم الدين بسبب مواقفهم المشرفة في هذا الشأن. فبصلاة هؤلاء الضعفاء وإخلاصهم ودعائهم ينصر كثير من الناس وبهم يرزقون. وأعجب اليوم في زمن العجائب ممن يقف إجلالاً واحتراماً لهذا وذاك لأجل منصبه أو سيارته الفارهة أو مكانته الاجتماعية، وتجد ذلك المبجل لهؤلاء في الوقت نفسه لامزاً لطلبة العلم المتدينين المطبقين للسنة، ويسخر من لحاهم ومن تمسكهم بدين ربهم وسنة نبيهم. فيا لخسارة من أعرض عن تأييد وصحبة الثابتين على وحي ربهم، فكانت عاقبة أمره فرطا، وخسر نصرتهم وأضاع فرصة الاسترزاق بهم. ويا لنصر ورزق من صبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، واحترمهم وقام بإجلالهم مهما بلغ فقرهم وعجزهم، رغبة فيما أودعه الله تعالى في مصاحبتهم من نصر ورزق وعزة وتمكين. اللهم اجعل لي نورا. بوب الإمام البخاري في صحيحه باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب، ثم قال: وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر: سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فزعمت ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. والأعجب من ذلك أن الإمام البخاري أورد عند هذا الباب أيضاً عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان يغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح عليه، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح، ثم يأتي زمان فيقال: فيكم من صحب صاحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم. فيفتح. عزيزي المشاهد، أنت تحب الخير لك ولأصدقائك، أليس كذلك؟ فإذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك وادعمه بلايك، وشكرا جدا على كل مشاهدة وكل تعليق. جعل الله في ميزان حسناتك نشرك لهذا الفيديو ودعمه ومشاهدتك له، ولا تنسى أن تشترك في القناة والموقع، واحرص على أن تفعل جرس التنبيهات حتى تكون مميزا عن الجميع، فيصلك كل جديد إن شاء الله تعالى. موقع لينور الإلكتروني www.linur.com. اللهم اجعل لي نورا.